قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن الحديث عن صفقة القرن أو أي خطة لا تستند إلى قرارات الشرعية الدولية لن يكتب لها النجاح ما لم ينتج عنها دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. إن الحديث عن صفقة القرن أو أي خطة لا تستند إلى قرارات الشرعية الدولية لن يكتب لها النجاح ما دام لا ينتج عنها دولة مستقلة فلسطينية ذات السيادة والقدس الشرقية عاصمة لها. وأكد في كلمته أمام القمة العربية الأوروبية الأولى في مدينة شرم الشيخ في مصر أن محاولات الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية في تطبيع علاقاتها مع الدول العربية والإسلامية لن تجلب السلام لإسرائيل، مؤكدا أن تطبيق المبادرة العربية التي اقترحت في عام 2002 هو الطريق الوحيد لتحقيق السلام. إن محاولات الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية تطبيع علاقاتها مع الدول العربية والإسلامية لن تجلب السلام والأمن لإسرائيل، فتطبيق مبادرة السلام العربية كما وردت في عام 2002 هو الطريق الوحيد لتحقيق السلام، وهذا ما يتمسك به جميع العرب.